اكيد انا اللي بقوله انه مثل ما هذا التعريف انا شايفه قريب جدا وشايفه مناسب لموضوع الطمع، انك تبغى حاجه وانت ما دفعت ثمنها. سلام. تمام بسرعه. في الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الطماع ترى ما عنده الموضوع هذا نهائيا، ما ينظر له، يبغى كل شيء، يبغى حظوة نفسه هو، ياخذ هذا وياخذ هذا وياخذ، ما ينظر في اخوانه اللي موجودين حوله. يعني جاء صحن كبير كنافه وبيتقدم لمجموعه من الناس، الطماع اذا جاء الموضوع عنده يبدا ايش؟ يبدا يكثر، يسبقهم اصلا او يسبقهم. طيب انت ممكن تاخذ، ياخذون كلهم في وقت واحد. احسنت. يمكن هذا اكثر نموذج ممكن يقرب لنا مفهوم الطمع، اللي هو انه يعني مفهوم الطعام. يمكن حتى طعام طمع، يعني بعض الاشتراك في الحروف يعطيك بعض الاشتراك في المعاني، انه احنا مشتركين في شيء، انت تطمع في اخذ حصه اكبر من حصص الاخرين. هذا ما في طموح، لانه احنا امامنا صحن واحد وامامنا وقت واحد. مثلا احنا كمقدمين ممكن يكون من طمع المقدم انه ياخذ وقت اطول من زمان، هذا مو طموح، لانك انت الان صحيح انك تاخذ اكثر ولكنك جنيت على زميلك، بتاخذ اكثر من الصحن، لكنك اخذك هذا حتى لو كان طموح او اذا سميناه طموح فانك ستضر اخر. انا اعتقد ضرر الاخرين اذا ترتب على طموحك ضرر في الاخرين ونقصان من حقهم، فهذا يدخل في اطار الطمع. لكن الطموح ما يضر الاخرين. ايوه أحسن. موجود بحر لا، عشان كذا اقول لك سماء النجاح تتسع للاخرين. اقول لك حاجه للجميع، الرابط العجيب في موضوع الطمع، انت عارف قاله سامي جار الله قبيل، والله يا ناس هو الموضوع موضوع داخلي. الانسان اللي بيحب نفسه ما بفكر الا في نفسه هو طماع. بس يعني حتى ولو مشيت اي يعني في اي حاجه في اي مكان في اي شيء، ده انسان طماع، بتلقاه